بسم الله الرحمن الرحيم. هنناقش مع بعض أسئلة ملف المتشابهات، وطبعا الأسئلة احنا هنجاوبها، يعني أنا اللي هجاوبها النهاردة. الهدف من ملف المتشابهات اللي أنا مجمعة لكم الأسئلة اللي هي اوريدي هي موجودة مع حضراتكم في المراجعة متفرقة، أنا مجمعة لكم في ملف واحد متجمعة مع بعضها مع شبيهاتها أو مثيلاتها، يعني في الصيغة ممكن السؤال تلاقوا نفس السؤال بصيغتين قريبين جدا من بعض، ونكون قريناهم مثلا في مراجعة رقم واحد اخترنا إجابة، جينا في نفس السؤال بس بصيغة مختلفة في مراجعة رقم ثلاثة اخترنا إجابة أخرى. فهنا أنا جمعتهم لكم بقى علشان مش عايزة التشتت دوت يحصل ليكم، فنعرف السؤال إمتى نختار الإجابة دي وإمتى نختار الإجابة دي. تمام؟ عندي مثلا لما أجي أتكلم على التشينج وإيه خطوات اللي هي بعمل فيها هاو تو فاسيليتيت تشينج، أو يجي لك أي سؤال ويقول لك هاو تو فاسيليتيت تشينج اللي الخطوات بتاعته إيه؟ خطوات ان اول حاجه بركز على الليدر شيب كوميتمنت، واتفقنا ان دي اول خطوه، دايما دايما اول خطوه في اي كواليتي انيشيتيف هي الليدر شيب كوميتمنت. خلصنا من الليدر شيب كوميتمنت، انا عايزه اخلق حاله من الايرجنسي، كرييت ايرجنسي، اخلق حاجه من الضروره العاجله ان لازم فعلا احنا نتغير عشان اقنع الناس ان احنا عندنا مشكله ولازم ان احنا نتغير. واللي تشينج دايما في الهيلث كير او عامه اللي تشينج بنتكلم عليه بيبقى امبروفمنت، انا عايزه اطور من ادائي فعايز اعمل تشينج. فاللي تشينج ده او كرييت الكرييت ايرجنسي من خلال ايه؟ من خلال ايدنتيفاي البروبلمز، اوريهم المشاكل اللي موجوده عندي في الاورجنايزيشن، اوريهم اعرض عليهم المشاكل واوريهم ازاي ان في عندنا مشكله ومحتاجين فعلا ان احنا نتغير. طب ما فيش ايدنتيفاي بروبلمز في الاجابات، عندي ممكن ان جيت فيدباك فروم ستاف اباوت بروبلم، اجي اقعد مع كل مدير قسم او اي ممثل عن اي قسم واقعد معاه كده اقول له قول لي ايه المشاكل اللي عندك في القسم الخاص بيك. دي برضو من الحاجات الكويسه جدا اللي هي برضو ان انا كرييت ارجنسي. لكن لو عندي في السؤال الإجابتين موجودين identify problems و get feedback، هنختار أنهي؟ الأفضل identify problems، بعدها get feedback. تمام؟ ممكن ان انا اعمل كمان انفولفمنت للبيبل with resistant tendency، الناس اللي هم هاي ريزيستنت للي تشينج وعندهم ريزيستنس فورس عاليه، انا اخليهم انفولفد معايا، اخليهم انفولفد معايا. ايه اللي ما فهمتوش يا دكتور عماد؟ انا بقول حاجات انا اوريدي انا شرحتها قبل كده، انا بس براجع عليها. انا هاو تو فاسيليتيت التشينج، وان خطوات اللي اول واحده جت ليدر شيب فوت كوميتمنت، بعد كده كرييت الارجنسي. كرييت الارجنسي من خلال ايه؟ تمام، كرييت الارجنسي من خلال ايه؟ من خلال انه ايدنتيفاي البروبلمز، ايدنتيفاي البروبلمز او جيت فيدباك فروم ستاف اباوت بروبلم. ايدنتيفاي بروبلمز انا بعرض عليهم المشاكل الموجوده عندي وواضحه جدا وعندي داتا صريحه بيها، او ان انا اقعد مع كل واحد او كل قسم واعرف ايه المشاكل اللي عنده في الاورجنايزيشن، برضو جيت فيدباك فروم ستاف اباوت بروبلم برضو من السبورت تو فاسيليتيت التشينج. او ان رقم ثلاثه اعمل انفولفمنت للبيبل وذ ريزيستنت تندنسي، الناس اللي عندهم هاي ريزيستنس للتشينج اكون انا اذكى منهم واخليهم انفولفد معايا من البدايه، اصلا من اول خطوات التشينج يكونوا انفولفد معايا وشايفين ازاي ان في عندنا مشاكل ولازم ان احنا نتغير. او ان انا اعرض لهم التشينج ده او الامبروفمنت ده على بايلوت تيست، اعرض لهم بايلوت تيست للتشينج واوريهم ايه البينيفيتس من التشينج او من الامبروفمنت ده اللي احنا عايزين نطبقه. مظبوط كده؟ فتكون دي ترتيب خطوات الفاسيليتيشن للتشينج. تمام يا دكتور عماد؟ فهمتي يا أمينة؟ طيب تيجي نشوف الأسئلة بقى، بيقول لك which of the following is the first step in facilitating change in an organization؟ وجايب لك أعمل ريفيو للكاستمر ساتسفاكشن سيرفي، ولا إن تيك كوميتمنت فروم governing body، ولا identify key people in the organization that should be involved، ولا develop performance improvement. إحنا اتفقنا إن أول حاجة إيه؟ أول حاجة leadership commitment، يبقى هنا الإجابة رقم واحد موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، يبقى بالظبط take commitment from governing body أو اللي هو leadership commitment علشان الفاسيليتيشن للتشينج. دي الفيرست ستيب، تمام؟ نيجي سؤال تاني. The quality professional can best facilitate the development of quality culture in the organization by A، برضه how to facilitate التشينج. Assessing organization readiness to commit to change، ولا preparing long range plan for cultural transformation، ولا encouraging leader to commit to a culture of excellence، ولا leading the cultural transformation redesign team. اتفقنا ان الفيرست ستيب دايما ايه؟ هي الليدرشيب كوميتمنت، اللي هي هنا ايه؟ encouraging leaders to commit to a culture of excellence.
طيب حد يقول لي هنا لو الإجابة اللي هي رقم سي دي مش مكتوبة كده أو مش موجود حاجة تدل على leadership commitment، ممكن إن إحنا نختار أنهي إجابة لو مش موجودة هنا سي، نختار أنهي إجابة؟ لا، إحنا في ملف المتشابهات يا دكتور، في similarities. آه بالظبط، لو سي ما هياش موجودة هنختار إيه، اللي هو الإيه، زي ما كان بالمر قال لك إن الفيرست ستيب بعد طبعا الليدرشيب كوميتمنت دايما اول حاجه. بالمر قال ان فيرست ستيب مش كرييت ايرجنسي، لا قبل ما ادخل الكرييت ايرجنسي اعمل اسسمنت الاورجنايزيشن ريدنس تو تشينج. دي كان وجهه نظر بالمر. يبقى لو موجوده ومش موجود اي اجابه تانية احسن منها كنا نختارها، انما عندي الاجابه الاحسن منها هي تعتبر ذا فيرست ستيب واول حاجه كان بيست فاسيليتيت التشينج هي ليدرشيب كوميتمنت. تمام. طيب the following is the first step in facilitating change in an organization. بقول لك اول حاجه هنا عشان facilitate ال change ايه، review customer satisfaction survey ولا get feedback from staff on problems to be addressed ولا identify key people ولا develop performance improvement plan. والحقيقه ان السؤال ده افضل اجابه ليه زي ما قلنا identify problem، identify problems مش موجوده يبقى تاني اجابه على طول هتبقى البي اللي هي get feedback from staff on problems to be addressed، وكلنا متفقين ان هي دي ذا بيست انسر، حتى هتلاقوا السؤال ده معاكم في المراجعات واحنا مجاوبينه بيه. انما هنا قال ان هي عامله احمر على الاجابه ايه؟ لان هو السؤال ده كان مصدره تيوتر، وفي تيوتر كانوا كاتب او مختار ان الاجابه ريفيو كاستمر ساتسفاكشن سيرفي، عشان لما اعمل ريفيو للكاستمر ساتسفاكشن سيرفي ممكن اعرف ايه المشاكل اللي عندي. بس وجهه نظره دي ضعيفه، حتى يعني ما عجبتناش في وجهه نظر السؤال الاجابه قصدي من رايه هو، لا مش هي كده، لا هي افضل اجابه انه identify problem مش موجوده identify problems يبقى get feedback from staff on problems to be addressed هي the best answer. تمام، يبقى السؤال ده اجابته بي. طيب نمبر 4 4 بيقول لي which of the following steps occur first in facilitating change in an organization، identify problems to be addressed ولا feedback from management ولا select key people ولا develop performance improvement plan. وقلنا بناء على الترتيب اول حاجه to create urgency هي identify problems. تمام. طيب the best way to facilitate change within healthcare organization involve the individual directly affected by the change ولا communicate through group meeting ولا arrange presentation by senior leader ولا communicate through group email. أفضل حاجة to facilitate مش communicate. هو أنا مش بسألك على communicate، عشان لو بسألك على communicate كنا ممكن إن أنت communicate اللي change ده ممكن من خلال group meeting، إنما هنا بيقول لك لسه أنت في مرحلة الفاسيليتيت، فلما يجي لك سؤال زي ده تركز، هو بيقول لك communicate ولا facilitate؟ facilitate لا، facilitate change يبقى involve individual directly affected by the change اللي هو مين؟ مين هنا يقصد بيه؟ الإجابة إيه ديت؟ بيقصد مين؟ مين الإنديفيدوال الدايركتلي أفكتد باي ذا تشينج؟ اسمه إيه؟ الفرونت لاين ستاف، برافو، اللي هو مين؟ البروسيس أونر، برافو عليك. البروسيس أونر هو الكي سكسس فاكتور أصلاً في أي امبروفمنت، إن لازم إن يكون انفولفد معايا. اما زي ما بقول لكم لو ما كانتش فاسيليتيت وكانت كوميونيكيت، افضل حاجه للكوميونيكيشن هي ان يبقى في جروب ميتنج او مالتي ديسبلينري تيم. تمام. طيب the following is the first step to facilitate a change in an organization، identify problem to be addressed ولا get feedback from staff on problems. قلنا لما يجوا لي الاثنين مع بعض افضل اجابه the best answer هي identify problems، لو مش موجوده identify problems تبقى السكند ستيب اللي هي get feedback. تمام. طيب an organization decided to implement change، وهنا بقى كلمه decided دي معناها ايه؟ معناها ان leadership commitment already finished، انا خلصت مرحله leadership commitment خلاص. كلمه decided انا ك health care organization لما اقول ان انا decided to implement change يعني خلاص كل leaders committed معايا وهم موافقين على change ده، وبس داخلين على مرحله implementation that will largely affect nature of employees jobs to ensure the success of the change. to ensure بقى success of a change هتعمل ايه؟ assess staff readiness to change
ولا demonstrate leadership commitment ولا conduct meeting with staff to show them the compliance benefit and the non-compliance consequence ولا make disciplinary action to the non-compliant. طبعا هنا هنبقى between A or B. leadership commitment المفروض بنقول عليها first step، لكن إلا في كلمة A decided. كلمة decided معناها إن المرحلة leadership commitment finished already، أنا خلاص عملتها أصلا خلاص وفنشتها، أنا في المرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها إن أنا بقى عايزة أفاسيليتيت التشينج نفسه من خلال assess staff readiness to change زي ما قال لنا بالمر، من خلال create urgency، أي حاجة من الحاجات دي هنا هتبقى الإجابة assess staff readiness to change. تمام؟ طيب بنتكلم عن إيه تاني؟ عن ال cultural change. تعالوا هنا بيقول لك إيه؟ A shift quality officer has the responsibility for education and implementation of continuous quality improvement process to affect cultural change. ويجي لك بقى سؤال بصيغتين، to affect cultural change administration must، يعني انت كاداره انت تقنع الاداره ازاي بالتشينج، وانت بقى كتشيف كواليتي اوفيسر انت must ايه دورك انت بقى كتشيف كواليتي اوفيسر ايه. ويمكن شرحت لكم السؤال ده في ريفيجن 1 لما ناقشناه، قلت لكم هنا الادمنستريشن، الادمنستريشن دايما بتكون لغتها لغه ايه؟ لغه الماني، لغه الفلوس، انا هدفع كام وهيعود عليا بنفيت كام. فدايما لما يقول لي ادمنستريشن ماست ايه؟ ادمنستريشن ماست بليف ذا كوزز ار جاستيفايد باي ذا بنفيت، لازم يكونوا متاكدين ان التكاليف اللي هيدفعوها دي جاستيفايد بالبنفيتس اللي هتعود علينا. اما لما يجي لك انت كتشيف كواليتي اوفيسر انت لازم تكون ايه او دورك ايه، وانت عندك ريسبونسبيلتي education وامبلمنتيشن، لازم تو ليد باي اكزامبل، لازم تبقى فيزيبل بارتيسيبنت ان ذا بروسيس، تكون انت مشارك فعال وفيزيبل لكل الستاف ان ذا بروسيس اوف امبروفمنت. شايفين الفرق بين الاثنين؟ هو نفس السؤال ولكن جه غير لك اخر كلمه. Administration must يبقى believe the cost are justified by benefit. Quality officer must be a visible participant in the process. تمام؟ طيب in the business cycle the negative cash flow present in which of the following stage. فاكرين الجراف اللي كنا بنرسمه في ال cost benefit analysis لما قلنا دي مرحلة أي business، المرحلة اللي بيمر بيها أي business. هنا مثلا الزيرو وهنا النيجاتيف كاش فلو، هنا البوزيتيف كاش فلو. ليه هنا النيجاتيف كاش فلو؟ لان دي مرحله اللوس اللي انا بدفع فيها فلوس علشان ان انا انشئ المشروع بتاعي، فانا بالنسبه لي انا مستنزفه ماليا فبسميها مرحله اللوس، لحد لما اوصل لنقطه هنا اللي هي نقطه البريك ايفن بوينت اللي عندها اللوس والبنفيت الاثنين ايكوال زيرو، بعدها يبدا بقى المشروع بتاعي يبني ثماره ويبدا ان ايه البوزيتيف كاش فلو يبدا عندي ان هو يزيد في مرحله ايه البنفيت. بيقول لك هنا بقى في بيسالني النيجاتيف كاش فلو بقى في انهي مرحله، اللي هي ده اهي دي النيجاتيف كاش فلو كده. المرحله دي بنسميها ايه النيجاتيف كاش فلو دي؟ الجروث ستيج ولا الهارفست ولا مينتنس ولا جين؟ طبعا دي مرحله اللي انا بنشئ لسه فيها مشروع اللي هو الجروث ستيج. اما المرحله اللي فيها بوزيتيف كاش فلو بنسميها ايه؟ مرحلة البوزيتيف كاش فلو بنسميها ايه؟ الهارفست ستيج او الجين ستيج، الاثنين صح. تمام؟ البروفيت. تمام. سؤال الكيس مانجر، واحنا عارفين ان من ادوار الكيس مانجر ان هو يعمل ريجولار فيزيت للبيشنت، يتاكد ان حصل كير كوردينيشن، وهو افضل مثال اصلا لتطبيق الكوردينيشن اوف كير، ان دور الكيس مانجر يتاكد ان كل الاقسام المعنيه بخدمه الطبيب المريض تكون في ما بينها كوردينيشن ما بينهم وبين بعض في الداتا الخاصه بالبيشنت، ان يتاكد ان البيشنت اتعمل له جود كونسلنج اوف هيز كيس بيفور ديسشارج، يتاكد ان هو كان مشارك في البلان اوف كير، كل الحاجات دي من ادوار الكيس مانجر. بيقول لك patient not given enough instruction on the care plan. This is to PA. المريض ده ما خدش enough instruction عن البلان اوف كير. يبقى مين هنا بيبقى دوره هنا يتاكد، او كان دوره ان يتاكد ان المريض involved في البلان اوف كير؟ الترانزيشن كير ولا الكيس مانجمنت ولا ميديكال كفرج ولا ريكونسيليشن؟ ده اندر الكيس مانجمنت. طيب patient discharged without counseling of his care، المريض خرج من المستشفى وهو مش عارف هي ادويه اللي هيمشي عليها في البيت هيمشي عليها ازاي، ولا حالته الصحيه ايه، ولا ايه الانستراكشن، ولا اي حاجه، برضو under الكيس مانجمنت.
تمام. دور كمان الكيس مانجر مش ما بيتوقفش عند خروج المريض، لا، في افتر كير كمان او افتر ديستشارج، ان بيبقى في استمرار كونتينوم اوف كير افتر ديستشارج من خلال الكيس مانجر مع الحاله، ان يتواصل معاها، يعمل له سكادولينج للفيزيت وهكذا. ما فيش سؤال بيبقى فيه اجابه ترانزيشن يا هدي. الترانزيشن دي معناها مرحله انتقال البيشنت من قسم لقسم، لا، الترانزيشن دي معناها انتقال المريض من قسم لقسم. انتقال المريض لو تفتكروا لما قلنا في الميديكيشن ريكونسيليشن قلنا at every transition of care، اي مرحله انتقال للمريض من قسم لقسم فدي بنسميها ترانزيشن اوف كير. انتقال المريض من البيت للمستشفى ترانزيشن، داخل المستشفى من قسم لقسم ترانزيشن، وهو خارج من المستشفى ورايح البيت برضه اسمها ترانزيشن اوف كير. احنا بنوصف مرحله مش ان هي ليها ترانزيشن مانجمنت او كير ترانزيشن كير مانجمنت. تمام. انا عارفه ان انتوا السؤال ده بتشوفوه في مصادر تانية بتجاوب ترانزيشن اوف كير، انا عارفه ده اللي بيلخبط. تمام. طيب البرايمري جول للريسك مانجر، وقلنا ان البرايمري جول للريسك مانجر بالترتيب ان اول حاجه هو بيركز على البيشنت سيفتي، يبقى ديكريز هارم للبيشنت، ومش للبيشنت بس، للفيزيتورز والامبلويز كمان. وكمان قلنا فيها ان هي رقم واحد بتكون على البيشنت، تخص البيشنت سيفتي، انه يعمل ايه؟ ريفيو اند مانج او ايدنتيفاي اند مانج هارم. وقلنا لو ايدنتيفاي هارم بس او ايدنتيفاي ريسك بس ما هياش اجابه سليمه، لان لازم ايدنتيفاي ومانج. انا عرفت الريسك فين، فلازم اعمل له مانجمنت على طول، ده اول حاجه. وتاني حاجه بقى ان هو بيبقى اللي يشوف اي اوبورتيونيتي للامبروفمنت ويشتغل عليها، مشاريع تحسين يعمل عليها فيميا. تالت حاجه اللي هي ريديوس فاينانشال لوس، وقلنا برضو ريديوس مش اليمينيت، لو لقيت اليمينيشن فور فاينانشال لوس الاجابه خاطئه، لان هو ما يقدرش يعمل اليمينيشن مهما حصل، بس بنعمل ايه؟ ريدكشن للفاينانشال لوس. نشوف الاسئله اللي بتيجي على البرايمري جول للريسك مانجمنت. Which of the following is the primary goal of risk management؟ رقم واحد قال لي identify the high risk area of the organization. ينفع نختارها كده وهي مكتوبه identify بس؟ لا. ليه؟ لان لازم معاها identify and manage، مظبوط. طيب maintain an effective incident reporting system، دي من الرول مش الجول. perform FEMIA برضو من الرول مش الجول. reduce financial loss associated with legal action، ايوه reduce financial loss هي هنا هتبقى is the best answer. طب جالك واحد سؤال تاني وبيقول لي في الاجابات identify بقى، identify and manage risks to promote patient safety على طول، اول ما الاقي identify و manage مع بعض يبقى هي دي هي is the best answer. كمان هنلاقي في الفاينانشال لوس كاتب لي ايه؟ elimination، وقلنا elimination كده wrong statement. تمام. سلايد واضحه. The primary purpose of risk management trend analysis، لما انا بجمع الداتا بقى اللي هي من الاو في ار اللي هي الانسيدنت ريبورتنج واعمل لها تريندنج، انا بعمل تريندنج ليه؟ ليه بعمل لها تريندنج؟ بنقول ايه؟ تريندنج اناليسيس. تريندنج اناليسيس معناها ايه؟ ان انا هعمل ريفيو للاو في ار واشوف ايه الريسك اللي ممكن يتعرض لها البيشنت او كان ممكن يتعرض لها عندي في الاورجنايزيشن، وابدا ان اعمل له ترند. فانا هعمل تريندنج للداتا ليه؟ عشان اشوف فرص التحسين، تو ايدنتيفاي اوبورتيونيتيز فور امبروفمنت، ولا ميت ريجوليتري ريكويرمنتس؟ لا. ولا بروفايد ريكوايرد ريبورتس؟ لا. ولا اليمينيت فاينانشال لوس؟ وقلنا اليمينيت ديت ايه؟ رونج ستيتمنت اول ما اشوفها. تمام؟ Okay. طيب نمبر 4 بيقول an effective risk management program for a health care organization emphasize. risk management بيركز على ايه؟ harm prevention for patients who visitor and staff، ولا reduction of financial loss، ولا staff training and education، ولا compliance with accrediting agency standard. لو لاحظنا في السؤال ده احنا عندنا الاجابتين اللي هم الستيتمنت مكتوبين صح، الهارم بريفنشن والريدكشن، اهي مش elimination للفاينانشال loss. طب نختار ايه ولا بي؟ يعني ليه هنا اخترت انا ايه وما اخترتش بي؟ لان المين جول ايه؟ المين جول والمين جول للريسك مانجر هو ايه؟ اول هدف عنده يهتم بيه البيشنت سيفتي ولا الفاينانشال لوس؟ طبعا البيشنت سيفتي، يبقى هارم بريفنشن فور بيشنت فيزيتور اند ستاف. ايوه بالظبط، هي ايه هي الافضل الاولويه للبيشنت. تمام.
افتكر مع بعض كده الـ examples for sentinel event. الـ patient attempt to suicide، محاولة الانتحار، والـ suicide كمان برضو sentinel event. الـ hemolytic transfusion reaction، والـ hemolytic transfusion reaction ده اللي بيحصل نتيجة الـ blood transfusion، يعني نقلت دم وحصل أثناء الـ blood transfusion hemolytic transfusion reaction. ده غير الـ drug trans الـ drug reaction، الـ hemolytic drug reaction. الهيموليتيك دراج رياكشن انت اديته دواء وحصل من السايد افكت ليه او الكومبليكيشن للدواء ده حصل هيموليسيس. اما هنا هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، ترانسفيوجن يعني عملت بلاد ترانسفيوجن، فده من السنتينل ايفنت. الديس اوف بيشنت ديو تو ميديكيشن ايرور، او الديس الان جاستيفايد ديس، اي ديس للبيشنت ان جاستيفايد ويعني ما كانش متوقع، ده بيعتبر برضو سنتينل ايفنت. السيرجري اون رونج سايت، رونج بارت، رونج سايت سيرجري، دي من امثله برضو السنتينال ايفنت. بيقول لك وان اوف ذا فولوينج نوت اكزامبل فور سنتينال ايفنت، ايه من دول اللي ما هوش سنتينال ايفنت؟ البيشنت اتمت تو سويسايد، دي قلنا سنتينال ايفنت. الهيموليتيك دراج رياكشن، ده مش سنتينال ايفنت. الهيموليتيك دراج رياكشن مش ترانسفيوجن، لا ده دراج. ال death of patient due to error medication error sentinel event. ال surgery on wrong part of the body sentinel event. تاني سؤال تاني. Of the following not example for sentinel event. Patient is treating to suicide within 24 after admission. ده بيعتبر ايه ال patient treating؟ المريض بيهدد بالانتحار. Patient is treating to suicide، بيهدد بالانتحار، ده بيعتبر ايه؟ ايوه بيعتبر trigger. بيعتبر تو تريجر، ما بيعتبرش سنتينال ايفنت. السنتينال ايفنت محاوله الانتحار او الانتحار. الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن سنتينال ايفنت. الديث اوف بيشنت سنتينال ايفنت. رونج سايت سيرجري برضو سنتينال ايفنت. طيب اسئله الروت كوز اناليسيس. When an incident to patient is occurred, the appropriate action is. أول ما يحصل أي incident لل patient, ال appropriate action إن أنا بعمل discussion لل incident ده مع ال patient وال family ومع ال staff و start root cause analysis على طول، و apology كمان لل patient، لازم apology و discussion مع ال patient. ده هو ال best answer اللي موجود معانا في الإجابة اللي هي في سؤال رقم 2، وإجابته اللي هي discuss the incidents with the patient and the staff and make an action plan. ده هي البيست انسر. طيب السؤال اللي فوق بقى اخترنا فيه ايه؟ اخترنا فيه distract attention of patient و discuss the incidents with the staff and make action plan، لان الاجابات كلها اصلا فيها distraction. يعني الاجابات كلها بيقول لك ايه؟ هتشتت انتباه البيشنت وتعمل بانشمنت وعقاب للريسبونسبل بيرسون، ولا تعمل ديستراكت اتنشن للبيشنت وللستاف مع بعض؟ لا طبعا، انا المفروض البيست انسر ان اعمل ديسكشن للانسيدنت مع البيشنت والستاف وستارت روت كوز. لكن هنا هو فوق اخترنا ايه؟ لان هي ما بين الاجابات اللي معطاها هي تعتبر هي الاجابه الوحيده اللي تنفع. تمام؟ لكن the best answer إن نعمل discussion للincident مع ال patient وال family و apology ليهم ومع ال staff. طيب هتكلم على ال process وال outcome وال structure. بيقول لي the percentage of early diagnosed breast cancer after using a new imaging technique is considered A. إحنا اتفقنا إن أي number أو net result أو percent ده بنعتبره إيه؟ ال percent دي بنعتبرها إيه؟ ال percentage of early diagnosed breast cancer after using new imaging technique. ال percentage ديت بتعتبر outcome. يبقى أنا هنا بيتكلم على percentage، يعني هو بيتكلم على outcome. في جميع الأحوال أنا هنا بتكلم على outcome، يبقى أنا هدور على إجابة اللي فيها outcome. هنا structure, process, continuous measure, outcome، خلاص هو outcome. طب لو جه فصلها لي بقى وقال لي ال number، وبرضه ال number outcome، the number of designated women receiving breast cancer screening in the reporting year. عايز ال number of women اللي اتعمل لهم breast cancer screening. برضه احنا متفقين ان دوت بالنسبه لنا outcome. طب قال لي بقى حدد لي نوع ال outcome، clinical outcome ولا process outcome ولا process and clinical outcome. هو ايه ال clinical outcome ده يا جماعه؟ ده outcome طبي، نتيجه كلينيكال بروسيدجر، نتيجه بروسيدجر كلينيكال او خطوات طبيه انا عملتها كمش انفستيجيشن كتريتمنت. كلينيكال اوت كوم ده بحصل عنده، بحصل عليه بعد ما بعمل كلينيكال تريتمنت او كلينيكال بروسيدجر عشان اعالج الديزيز اللي عند البيشنت ده.
اما هنا انا عملت بروسيس فعلا وبروسيدجر، بس البروسيدجر دي كانت انفستيجيشن، كانت سكريننج. البروسيس اللي عندي اللي هي بريست كانسر سكريننج، ما هو بريست كانسر سكريننج ده ان انا عملت الماموجرام فدوت سكريننج، فده بالنسبه لي بروسيس صح؟ يعني هو لو كان في السؤال بيسالني على البريست كانسر سكريننج دي بس، كنت انا هختار ان هي بروسيس. اما لما يقول لي عدد الفيميل اللي اتعمل لهم السكريننج، العدد ده يبقى اوت كام. طيب يبقى ده اوت كام لايه؟ للبروسيس اوف سكريننج، يبقى هو بروسيس اوت كام. طب ليه ما اخترناش ان هو بروسيس وكلينيكال اوت كام؟ هل في عندي هنا اي كلينيكال اوت كام او كلينيكال بروسيدجرز اتعملت وكانت فور تريتمنت؟ لا، يبقى عشان كده ما ينفعش اختاروا ان هو كلينيكال اوت كام، هو بروسيس اوت كام بالظبط، ما فيش تريتمنت حصل، ده كان انفستيجيشن، يبقى ده بروسيس اوت كام. تمام، واضحة مفهومة للجميع؟ طيب اللي هو السؤال اللي بيتكلم على الريتيرن ديمونستريشن، واتفقنا ان دايما الريتيرن ديمونستريشن هي افضل اجابة في افضل اجابة عشان نتأكد، نقلل الري ادميشن عشان نتأكد ان البيشنت هو فهم المعلومات اللي انا اديتها له عن استخدام الأدوية او اي داتا انا اديتها له، فعشان اتأكد ان فهم كويس يعمل لي ايه، يعمل لي ريد باك او ان يقول لي هو هيستخدم الدواء ازاي. ريتيرن ديمونستريشن يعني بعد ما اشرح لحضراتكم اي حاجه اقول لك قول لي بقى انت فهمت ايه او انك هتعمل ازاي. ايوه الفيدباك. دايما بنختار ريتيرن ديمونستريشن الا في حاله ايه؟ الا في حاله لو ذكر لي ان هو اكوردنج ناشونال بيشنت سيفتي جول. فاكوردنج ناشونال بيشنت سيفتي جول هنختار ان انا ادي للبيشنت ريتن اند فيربال انستراكشن، ريتن اند فيربال انستراكشن، ان انا اديله معلومات او تعليمات مكتوبه وفي نفس الوقت هقولها له كمان اورال. يبقى which of the following is the best approach when implementing national patient safety goal related to identifying potential error in a patient's care, treatment and service? Providing the patient and the family opportunity to ask، ولا having the patient to make provide return demonstration، ولا showing video، ولا giving written and verbal instruction. لكن لو national patient safety goal يبقى written and verbal instruction، لو مش مكتوبة هنختار written demonstration. تمام، هنا بيقول لك facility decided to implement standard precaution 1 year ago but compliance has been poor. In addition to assessing the cause for poor compliance, the most effective way for organization to improve compliance is to افضل حاجه تساعدني ك health care organization عشان احسن ال compliance او الالتزام بحاجه معينه، ان يكون عندي ستوك من ال personal protective equipment ال PPE اللي هي الجلافز والجاون والماسك والحاجات دي، ولا ان انا اعمل initiate return demonstration as part of staff competency، اخلي الستاف كلهم كده يعملوا لي return demonstration ازاي هم بيستخدموا الجلافز البي بي اي ديت، بيستخدموها ازاي، الاستخدام الامثل ليها ازاي، بيعملوا هاند هايجين عشان اطمن ان هم عارفين ان يعملوا ولا لا، ولا اعمل لها شوينج فيديو، ولا ريفيو اند ريفايز هاند واشينج بوليسي وبروسيدور. طبعا هي ريتيرن ديمونستريشن هي اللي هتبين لي، ممكن يكون هم عندهم ديفكت في التريننج نفسه في ان ازاي يستخدموا البي بي اي، وده سبب ان في عندي بور كومبلاينس. يبقى دي اول حاجه نعمل ريتيرن ديمونستريشن. تمام، اوكي. A facility decided to implement standard precaution، نفس السؤال ولكن الاجابات بيقول لك ايه؟ stock PPE، ولا have employees demonstrate the use of personal protective equipment as part of staff competency. هي هياها اللي معناها return demonstration، هي هي معناها return demonstration. تمام، number four، a hospital is working to reduce readmission. Which of the following is the best approach to accomplish this goal? Reduce readmission، عشان البيشنت ما يجيلوش يجي لي المستشفى readmission within 30 days، فلازم اطمن ان هو خارج من عندي عارف المعلومات والانستراكشن اللي انا اديتها له. يبقى giving educational sheet، ولا have patient return demonstration؟ Having the patient return demonstration، نتأكد ان هو فاهم النولج اللي انا اديتها له او المعلومات او الانستراكشن. تمام، مفهومه يا جماعه النقطه دي؟ برضو a patient was taught how to self administer insulin، انا علمته ازاي يدي لنفسه ابره الانسولين. Which of the following is the best method to assess patient understanding of the teaching؟ ازاي بقى نتأكد ان هو فهم، ازاي اتاكد ان هو فهم
من خلال الـ Return Demonstration. تمام؟ أوكي؟ سؤال رقم 8 يا فين دوت يا فاهم. طيب لو فاتتك حاجة بعد ما أخلص خالص هبقى قايلها لك. تمام؟ خلاص يا جماعة كده خلصنا الـ Return Demonstration. نيجي على نقطة تانية، الهاير. السؤال كان بيتكلم عن الهاير لينس اوف ستي، وبيقول لي A utilization department of a hospital has collected data on length of stay and readmission rate. طب لا ايه؟ compared to benchmark، مقارنة بالبنشمارك. The length of stay rate are higher and readmission are lower. The length of stay كانت أعلى من البنشمارك ولكن ال readmission كان أقل. إذا ال readmission ده يكون إن هو يقل، دي حاجة كويسة، لأن ال readmission لو عالي ده كده إن أنا عندي مشكلة، فديت كده حاجة بوزيتيف. النيجاتيف اللي عندي أو المشكلة فين؟ في ال length of stay اللي عالي، صح؟ طيب which of the following is the next step؟ الخطوة اللي بعد كده نعملها إيه؟ أشوف additional benchmark تاني أقارن نفسي بيه، ولا أعمل cost benefit analysis، ولا display readmission rate with a runny chart، ولا investigate length of stay rate. المشكلة عندي فين؟ في length of stay، يبقى أروح إن أنا أعمل لها investigation، أعرف أروح أعمل لها investigation عشان أعرف إيه سبب إن length of stay rate عالي. بعد ما أعمل الانفستيجيشن دي ممكن إن ألاقي إن زيادة length of stay ده عندي متعمدة علشان أتأكد إن البيشنت fully recovered before discharge، وبالتالي ده أثر على انه هو دي كانت البوزيتيف افكت بتاعه، ان حصل ان الري ادميشن ريت كان لو، في فيري لو، يعني ان ما بيجيليش البيشنت بري ادميشن نتيجه ان انا زودت مده الاقامه، فما خرجش من عندي البيشنت الا لما اتاكدت ان هو فولي ريكفر. لكن اول خطوه انا بعملها ان انا بعمل انفستيجيشن. فلو جالي نفس السؤال وفي الاجابات ما فيش انفستيجيشن وبيقول لي ايدنتيفاي اديشنال بنش مارك، ولا اعمل لي كوست بنفيت اناليسيس، ولا اعمل لي انالايز للري ادميشن ريت، ولا كونتينيو تو مونيتور، ينفع هنا نختار كونتينيو تو مونيتور يا جماعه؟ هو طبعا اكيد انا مش هعمل اناليسيز للري ادميشن ريت لان الري ادميشن اصلا قليل وما فيش فيه مشكله، يبقى انا مش هعمل. طب ينفع وانا في عندي مشكله في اللينس اوف ستي اختار ان كونتينيو تو مونيتور؟ لا، اتفقنا continue to monitor استحاله خالص ان احنا نختارها وفي عندي اي مشكله. continue to monitor اختارها بس في حاله I have no problem، ما فيش عندي مشكله، خلاص يبقى عيني على البروسيس كده وبعمل لها continuous monitoring عشان لو ظهر اي مشكله هلقطها. تمام؟ يبقى هنا انا between A or B 1 or 2 identify additional benchmark ولا conduct cost benefit analysis. هتبقى conduct cost benefit analysis، وانا هنا بعترض على benefit، ودايما اقول لو بتكلم باختيار اجابه دقيقه هتبقى اسمها cost effective analysis مش cost benefit، لان اتفقنا ان في cost effective analysis انا بقارن ايه؟ بقارن cost against outcome. والكوست اللي عندي هنا ان ممكن يكون ارتفاع اللينس اوف ستي اللي هي التكاليف اللي انا اتحملتها زياده وما زودت مده الاقامه ده، اداني بوزيتيف اوت كم ان الري ادميشن ريت اللي عندي قل، الري ادميشن ريت قل، فانا كده ده بوزيتيف اوت كم. فممكن ان يكون الديكريز في الري ادميشن ريت نتيجه الانكريز في اللينس اوف ستي. فالاول اول خطوه اني لازم اروح اعمل انفستيجيشن لللينس اوف ستي واعرف اسبابها، بعد كده اروح اكوندكت الكوست افكتيف اناليسيس. تمام؟ مفهوم السؤال؟ مفهوم الفرق بين الاثنين؟ طيب من الاسئله برضو اللي بتيجي في الديفرنس ما بين الكواليتي اشورنس اللي هي الجوده قديما والتوتال كواليتي مانجمنت. One major difference between traditional quality assurance and quality improvement is that quality improvement a stress peer review while quality assurance focus on the customer، ولا focus on individual while quality assurance focus on the process. ده المفروض العكس، ال quality assurance زمان كانت بتركز على individual، أما دلوقتي total quality بتركز على ال process. stress management by objective while quality assurance stress team management. لا برضو العكس، إنما هنا إيه ال main different focus، إن ال total quality management focus on the process while quality assurance
focus on individual performance. ودايما بنعتبر ان هو ده the main difference، الحاجه الاساسيه، لان ممكن يجي لك اجابات تانية اخرى كلها صح، ولكن the best answer دايما هي ايه؟ اني شفت في التوتال كواليتي مانجمنت الفوكس من الانديفيدوال بيرفورمانس للبروسيس بيرفورمانس. The physical difference between quality assurance and continuous quality improvement is a shift to focus from a retrospective review to concurrent screening. هي إجابة برضو حلوة وصحيحة، لأن إحنا شفتنا الفوكس بدل ما كنا بنستنى تحصل مشكلة وأدور على أسبابها وأعمل retrospective review، لا ده أنا عامل continuous improvement اللي هو concurrent screening، صح ولا إيه؟ طيب individual fault to focus on customer satisfaction، يعني ضعيفة شوية. طيب identify poor performers، وكلمة performance اللي آخرها AR ده معناها بتكلم على personal أو بتكلم على individual. To good performance، to good performance بقى لي process performance، وطبعا زي ما قلت لكم ده المين difference. المين difference إن أنا شفت الاعتماد على الانديفيدوال بيرفورمانس اللي هو البور بيرفورمرز يعني انديفيدوال، ان شفته لبروسيس بيرفورمانس اللي هو جود بيرفورمانس للبروسيس. شورت تيرم جين تو لونج تيرم 1 يعني برضو مش هي الاجابه الدقيقه. اذا الاجابه دايما ذا بيست انسر دايما هي ايه؟ اني شفت الاعتماد من الانديفيدوال بيرفورمانس للبروسيس بيرفورمانس. تمام؟ واضح يا جماعه؟ علقوني بس عشان اطمن ان انتوا معايا وان النت ما فصلش. طب الريكونسيليشن، وقلنا الميديكيشن ريكونسيليشن معناها ايه؟ معناها ان انا بعمل ريفيو لليستة الادويه اللي المريض المفروض بياخدها في البيت، وشامله كل الادويه بما فيها الاو تي سي، بما فيها اي ادويه بياخدها، واجي اعمل لسته ثانيه من الادويه اللي المفروض هيتعاطاها داخل المستشفى بناء على البلان اوف كير، واقارن الاثنين ببعض بقى. وهدفي من الميديكيشن ريكونسيليشن بريفنت الدراج دراج انتر اكشن، صح؟ اعمل بقى قائمه جديده بالادويه اللي المفروض هيمشي عليها بقى المريض داخل المستشفى عندي. طيب يبقى medication reconciliation help in efficient use of medication، وكلمة efficient دي معناها يعني resources، بتكلم على resources الموارد، يعني ان هو تقليل استخدام الأدوية efficient use of medication. ولا identify discrepancy in medication، أعرف ال discrepancy أو التعارضات ما بين الأدوية. ولا identify and resolve discrepancy، أفضل إجابة إيه؟ طبعاً identify and resolve discrepancy. أنا بتعرف فين الـ drug-drug interaction وأعمل لها resolve أو إن أنا أعالجها. طيب implementation of medication reconciliation process require a the interdisciplinary effort of a التيم بقى اللي هيشارك في عملية الـ medication reconciliation أساساً يكون مشكل من مين؟ عندي ثلاث أعضاء رئيسيين، الـ physician، صح؟ والنيرس، ومين الثالث؟ الفارماسيست، الكلينيكال فارماسيست. دول اللي هم اطراف المثلث الاساسيين في الميديكيشن ريكونسيليشن بروسيس. طب مين الرابع بقى اللي ممكن يكون معاهم؟ ادي النيرس والفيزيشن والفارماسيست والانفورماتكس، ولا النيرس والفيزيشن والفارماسيست والميديكال ثيرابيست؟ مين اللي احنا محتاجينه؟ هل الميديكال ثيرابيست ده اللي مسؤول عن السي بي ار والحاجات اللي هي التنفسية ده احنا محتاجينه، ولا محتاجين الانفورماتكس؟ الانفورماتكس. مين الانفورماتكس ده؟ ده اللي هو هيعمل لي انفورميشن مانجمنت، ويعمل لي الاينمنت للداتا، الاينمنت للداتا اللي تخص الميديكيشن ريكونسيليشن. ايوه الانفورميشن انفورماتكس اللي هو الانفورميشن تكنولوجي. تمام. الميديكال ثيرابيست اللي هو اخصائي العلاج التنفسي، اللي بيكون مقصود بيه ان هو يعني بيتدخل في حالات بقى الحاجات السي ار بي، السي بي ار، سوري السي بي ار اللي هو السي بي ار اللي هو لما يبقى هنعمل ريسسيتيشن للبيشنت، او في الحالات بقى اللي هو في مريض اوريدي عنده مشاكل في التنفس. ده الميديكال ثيرابيست. يبقى احنا مش محتاجينه هنا، احنا محتاجين الانفورماتكس. تمام؟ اوكي. طب نتكلم عن الاسئله فيها الكومبنسبل ايفنت. كومبنسبل ايفنت يعني ايفنت يعني ممكن يرفع قضيه تعويضيه المريض عليا بيها بسببه. كومبنسبل ايفنت يعني الايفنت اللي ممكن يؤدي لرفع قضيه تعويضيه.
طيب on discharge the patient refused pilling because 2 out of 3 days of admission of 3 days of his stay in the hospital is due to medication anaphylaxis. This occurrence is a occurrence اللي حصل ده ممكن يكون مثال لإيه؟ إن المريض رفض إن يدفع يومين من مدة الإقامة اللي هي 3 أيام، لأن قال لك إن اليومين دول كان حصل أصلاً فيهم medication anaphylaxis، والأنافلاكسس ده معناها إن حصل عندك a preventable sensitivity للبيشنت، يعني إحنا حصل هايبر sensitivity reaction للبيشنت وكان preventable. طيب ده بيعتبر billing error ولا potential compensable event ولا nurse incompetence ولا admission error؟ أكيد هو مش admission error وأكيد مش nurse incompetence ومش billing error، هو potentially compensable event. اوكي طيب نفس السؤال، وبيقول لك انت ك health care quality professional should consider that ايه، تعتبر الاكشن ده ايه، billing error ولا medication error ولا unexpected adverse occurrence ولا admission error؟ واحنا هنا هنبقى between medication error ولا الـ unexpected adverse occurrence. طب الإجابة الأشمل هنا بقى إيه؟ unexpected adverse occurrence ولا medication error؟ بالظبط unexpected، لأن أصلاً هو الـ medication error هو في النهاية بيعتبر إيه؟ حاجة غير متوقعة، adverse event حصل وهو غير متوقع. الإجابة الأشمل دايماً هي اللي بنختارها unexpected adverse occurrence. لو مش موجودة الـ unexpected adverse occurrence دي مش موجودة في الخيارات، وقتها نختار الـ medication error. اوكي طيب أسئلة الـ BDCA cycle، واتفقنا plan do check act، وحتى لو احنا وصلنا عند مرحلة الـ check وعملنا لقينا ان الـ goals not met لازم اكمل الـ cycle واروح للـ act وبعد كده start new cycle. وفي الحالة دي في الأكت أنا مش هروح أعمل publicity بقى أو full implementation للبروجيكت، لا، في الحالة دي أنا هحط الـ new recommendation for new cycle، أو إنه أعمل إيه الـ lessons learned from the first cycle. تمام؟ طيب after the team action the plan، action the plan and the plan and implement it do and made recommendation. هي دكتور محمود made recommendation دي معناها إيه؟ معناها انه عمل تشيك، صح؟ made recommendation يعني هو هنا عمل تشيك، ولما عمل تشيك لان في recommendations تانية محتاج انه يضيفها. what is the next step on BDCA cycle بقى؟ طب النكست ستيب بقى بعد كده بعد اللي تشيك ايه؟ act. مظبوط، واضحه يا دكتور محمود؟ طيب after the team action the plan and the plan and the implement it do and analyze data. analyze data يعني هنا عمل اللي تشيك، هاي اللي تشيك او اللي study shows not reaching the target، ولان التارجت not met what is the next step on BDCA cycle؟ برضو لازم ان احنا نكمل السايكل، نروح لمرحلة الاكت وبعد كده ابدأ new cycle جديدة بال BDCA جديدة خالص وانا عملت الريكومنديشن. تمام؟ طيب رقم واحد يا دكتور دي ايه اللي مش واضح فيها؟ احنا قلنا التيم اكشن ذا بلان يعني دي بلان، وامبلمنت ات يعني دو، وميد ريكومنديشن يعني تشيك. ميد ريكومنديشن هنا معناها ان انا عملت تشيك للجولز، عملت تشيك عشان اشوف الجولز ميت ولا نوت ميت، فلقيت ان في ريكومنديشنز معينه انا عايز ان انا او توصيات عايز اعدلها على البلان، فانا اجي هعدل على التوصيات دي، يعني حطيت الريكومنديشن، يبقى اذا انا عملت تشيك، صح؟ يبقى هنا تشيك، ماشي؟ تشيك بعد اللي تشيك هختار ايه؟ الاكت. في الثانيه ليه ما اخترناش بلان واقول هبدا من تاني؟ لان لازم اخلص يا حبيبه السايكل، لازم كومبليت ذا فيرست سايكل، لازم اعمل كومبليت واقفل السايكل الاولى اللي بداتها، بعدين ابدا نيو سايكل with plan do check act. تمام؟ ما ينفعش ان اسيب السايكل مفتوحه واروح اقول انا هرجع تاني للبلان، لا، لازم اكمل بالاكت. اوكي؟ طيب نتكلم عن الابوينتمنت، ومين المسؤول عن الابوينتمنت؟ الجوفرنينج بودي.
طب مين المسؤول عن الكريدنشالينج؟ الكريدنشالينج كوميتي. ما هم الكريدنشالينج دول في لجنه مسؤوله عنها. الكريدنشالينج يعني ايه؟ يعني اروح اعمل فيريفيكيشن للسيرتيفيكت. هو يوجوالي ميكس ذا فاينل ديسيجن ريجاردينج كريدنشالينج. مين المسؤول عن الكريدنشالينج؟ الكريدنشالينج كوميتي. اهو كريدنشالينج كوميتي. طيب لو قال لي بقى هو ميكس ذا فاينل ديسيجن ريجاردينج ابوينتمنت او ري ابوينتمنت، احنا خلاص ككريدنشالينج كوميتي عملنا الكريدنشالينج وفيريفيكيشن للسيرتيفيكت، مين بقى اللي يوافق الطبيب ده يتعين ولا ما يتعينش؟ اكيد الجوفرنينج بودي. طب هسالكم في السؤال الاولاني ده، لو قال لي هو هاف ذا التيميت ريسبونسبيلتي فور كريدنشالينج، هتبقى الاجابه ايه؟ لو لقيت فيها التيميت ريسبونسبيلتي فور كريدنشالينج، ايوه برافو عليك، وهتبقى الجوفرنينج بودي. برافو عليك. طيب the pharmacy unit reported that there is an increase in the use of expensive drug. As a quality professional you should review A. مبدئيا كده ناخدها قاعده ان اي كومبلين، اي شكوى تجيلك دايما لازم ما تاخدش اكشن في اي شكوى تجيلك الا لازم انك تتاكد من صحتها، تتحقق منها الاول، انك تروح تعمل انفستيجيشن للبروسيس اللي جالك منها الشكوى، صح؟ هنا قسم الصيدليه بيشتكي او كتب ريبورت انه في زياده في استخدام الادويه الغاليه الاكسبنسيف دراج. انت هتعمل ايه بقى؟ You should review A. The effectiveness and the efficiency of the drug ولا the process of prescribing and dispensing of this drug ولا share data with peer from prescribing physician. قبل ما تروح تعمل sharing للداتا لازم تتأكد من صحتها الأول، ممكن تكون الداتا دي غلط. يبقى أول حاجة أنا أروح أعمل investigation لل process of prescribing و dispensing medication دي لل high expensive medication دي، وأتأكد هل فعلا في انكريز في الديسبنسنج ليها ولا لا، او بريسكرايبنج ليها ولا لا. تمام. الستاف واز انفورمد هيلث كير بروفيشنال ذات يوز اكسبنسيف دراج هاز بين انكريزد اوفر ذا لاست 6 مانثس ويتش اوف ذا فولوينج وود بي هيلث كير بروفيشنال نيكست ستيب. انت برضو ككواليتي بروفيشنال نيكست ستيب ايه لما قالوا لك ان في زياده في استخدام الادويه الغاليه خلال اخر 6 شهور؟ كولكت داتا ريليتد straining and monitoring effectiveness of the drug، اشوف الافكتيفنس فعاليه الدواء، ولا يهمني collecting data related to prescribing and describing and dispensing pattern of drug، اشوف عمليه الوصف، اجمع داتا عن وصف الادويه المقدره ديت وصرفها، ولا continue to monitor. اتفقنا continue to monitor في حاله مشكله ما ينفعش اختارها، ولا recommended to review of prescribing of practitioner. ها هنعمل ايه؟ انا محتاجة اعمل investigation. فين بقى الانفستيجيشن؟ ان اجمع داتا تخص عملية البريسكرايبنج والديسبنسنج اللي هي كتابة الوصفة الطبية ووصف الدواء الخاص بالادوية المخدرة دي. تمام؟ تمام يا جماعة؟ طيب السؤالين دول. The effectiveness of local flu vaccination program is best measured by. لو انت عايز تشوف effectiveness لأي فاكسين انت هتقيس ايه؟ هتقيس الاميونيزيشن ريت اللي هو المعدل التطعيم، والانسيدنس ريت اللي هو النيو كيسز الحالات الجديده اللي جات لك مصابه بالانفلونزا، صح؟ دي دايما بتكون افضل اجابه عشان تشوف الافكتفنس لاي فاكسين، ان انا اشوف معدل الريت اوف اميونيزيشن وعمليه التطعيم اللي انا طعمتها، والانسيدنس ريت اللي هي الحالات الجديده اللي جات لي مصابه بالديزيز ده. فدايما هي بتكون دي البيست انسر. طب لو مش موجوده بقى وموجوده عندي زي رقم واحد كده البريفالنس ريت واللوكال انسيدنس ريت، ولا الفاكسينيشن ريت واللوكال بريفالنس، ولا اللوكال بريفالنس ريت للناشونال 1، ولا الناشونال انسيدنس 2 لوكال انسيدنس ريت. هنا اللي يهمني ايه بقى؟ الاميونيزيشن ريت هو كاتبه اهو الفاكسينيشن ريت، ولكن كاتبه مع ايه؟ اللوكال بريفالنس. والبريفالنس ده يعني معناها الاول كيسز الحالات كلها. ما انا ممكن لو انا جيت قارنت اللوكال فاكسينيشن ريت له ده مع البريفالنس ريت اللي هو اول كيسز اول انفكتد كيسز، ممكن يجي لي يكون عالي نتيجه ان الحالات كانت عاليه اصلا قبل ما ادي الفاكسين. يبقى البريفالنس ريت بالنسبه لي يعني ممكن ما هو يعني لما اجي اقارنه بالفاكسينيشن ريت مش هيكون دقيق خالص، صح ولا ايه؟ صح.
انا اكتر حاجه تهمني ايه؟ الانسيدنس ريت، تهمني الانسيدنس ريت، النيو كيسز، الحالات الجديده اللي هتصاب بالانفلونزا بعد ما انا اديت الفاكسين. يبقى يهمني اهم حاجه الانسيدنس ريت. الانسيدنس ريت بقى اقارنه بالبريفالنس، ولا هقارن الانسيدنس ريت بالناشونال انسيدنس؟ طب انا هستفاد ايه لما اقارن الانسيدنس ريت النيو كيس اللي عندي بالناشونال انسيدنس او اللي هو الحاجه الوطنيه؟ دي مش هتفيدني، صح ولا ايه؟ اللي يفيدني ان انا اقارن ممكن الاميونايزيشن ريت للانسيدنس ريت، هي افضل اجابه. مش موجوده، ممكن اختار اني اقارن البريفالنس ريت مع الانسيدنس ريت، ان اشوف النيو كيسز اللي اصابت قد ايه ونسبتها قد ايه من التوتال بقى، التوتال كيسز اللي هي اوريدي انفكتد، عشان اعرف النيو كيسز ديت فعلا قلت ولا ما قلتش. تمام؟ يبقى السؤال ده عشان الناس اللي بتتلخبط، هي ذا بيست انسر وافضل اجابه هي ان اقارن الاميونايزيشن ريت مع الانسيدنس ريت. لو مش موجوده يبقى ممكن اقارن الانسيدنس ريت مع التوتال نمبر بقى اوف انفكتد اللي هو البريفالنس ريت. اوكي؟ ايوه، ما هو نفس السؤال، ما هو نفس السؤال يا دكتوره هبه، بس الاجابات مختلفه. انا بقول ان افضل اجابه الاميونايزيشن اقارنه مع الانسيدنس، مش موجوده ممكن اختار البريفالنس مع الانسيدنس. اوكي؟ طيب نتكلم على اللي هو الاكريديتيشن، واتفقنا مع بعض خطوات الاكريديتيشن ايه؟ يلا قولوا لي كده خطوات الاكريديتيشن. اول حاجه leadership commitment، يلا قولوا انتوا تاني حاجة. review standard to be familiar with the standard، برافو عليكم. خلاص انا ككواليتي بروفيشنال جبت الستاندرد وقريتها. تالت حاجة عايزة اخد بقى ايه؟ اكشن، ابدأ ان انا اعمل education. هعمل education من خلال ايه؟ ايوه بالظبط، assign team for standard education. بعد ما شكلت التيم اللي هو اللي chapter owners، هعمل ايه؟ كل واحد بقى يعمل education للستاندرد خلال ايه؟ الستاف الانفولفد ستاف. عملت education للستاندرد وخلاص بقى عايزه اجهز نفسي للسيرفير اللي جايين لي، اعمل ايه؟ اعمل تشيك للكومبلاينس، اعمل education عن الفريكوينتلي اسكت كويستشن، ريفيو ادهيرنس، برافو عليك. طيب هيلث كير اورجانيزيشن از سيكينج اكريديتيشن. The first step the healthcare quality professional should take. The first step، أول خطوة إيه؟ هدور على leadership commitment، مش موجودة، هدور على تاني خطوة اللي هي review standard. Review organization bylaws، ولا become familiar with the standard، ولا establish assessment، ولا review organization policy and procedure. طبعاً هنا هتبقى إيه؟ review standard to be familiar with the standard. طيب اللي بعد، an organization ask CBHQ to help in preparedness to survey of accrediting body. The quality manager will first assign a team for survey، ولا arrange for mock survey، ولا educate staff about types of questions that may be asked، ولا review the adherence of organization to quality standard. ودايما دايما في ناس لازم تغلط لي في السؤال ده وتقول لي احنا قلنا الفيرست ستيب ان انا اعمل ريفيو للستاندرد فاختار دي. هي دي معناها ريفيو ستاندرد؟ دي معناها ريفيو ستاندرد؟ لما اقول ريفيو ادهيرنس يعني معناها ريفيو ايه؟ كومبلاينس، معناها تشيك كومبلاينس، يعني تاكد من مدى تطبيق المعايير، ان هي خلاص انت طبقتها وعايز تتاكد الناس ملتزمه بتطبيقها، يبقى دي بتبقى ذا لاست ستيب. بالظبط، ادهيرنس يعني كومبلاينس، انما هنا assign a team for the survey هي الاجابه الصحيحه. اوكي يا جماعه؟ طيب فاكرين معنى الكونسنسس؟ قلنا كونسنسس معناها قول ايه؟ قول اجري ولا قول سبورت؟ قول سبورت ديسيشن. يبقى ديسيشن باي كونسنسس مين ايه؟ مين يونانيمس؟ الاثنين يعتبروا من الخطوات الاخيره يا دكتور، ان هو يا ساره اخر حاجه من الخطوات الاخيره في الاعتماد، ان هو ريفيو كومبلاينس و education للفريكوينتلي اسكت كويستشن، الاثنين صح. consensus يعني all support decision. unanimous agree يعني ايه؟ امال يعني ايه unanimous agree؟ يعني ايه unanimous agree؟
كلمة unanimous يعني إيه؟ يعني all agree. أيوة all agree أو everyone agree، دي معنى unanimous. إنما إحنا قلنا في الكونسنسس مش معناها إن all agree، ولكن all support. all support decision هي أدق إجابة للكونسنسس. طيب the agree of the majority؟ لا مش the agree of the majority، لأن لازم all مش الماجوريتي، ومش all agree أو all support. nobody agrees، لا يبقى الكونسنسس all support. طب معنى unanimous agreement ايه؟ all agree about the decision، ديت عكس consensus by unanimous يعني all agree. طب in team decision making consensus mean ايه؟ unanimous vote، قلنا لا everyone getting what they want، مش شرط ان everyone getting what they want. طب everyone finally comes around to the right opinion، يعني في الاخر هم اتفقوا على القرار السليم، لا هم support مش agree. everyone understand the decision and they can explain why it's best. هي دي فعلا the best answer، تعني all support، كل واحد فهم القرار النهائي ده ويقدر ان هو يقول ليه احنا اخترناه. يبقى معنى الكونسنسس معناها ايه؟ everyone understand the decision and they can explain why it's best. everyone support the decision. اما الكونسنسس doesn't mean unanimous vote، doesn't mean everyone getting what they want، doesn't mean everyone finally comes around the right، doesn't mean a reaching compromise. okay طيب الفاسيليتيتور بقى يا جماعه، احنا قلنا انه الفاسيليتيتور دوت هو دوره ان هو يساعد التيم ليدر، تمام، في اداره التيم. طب هل الفاسيليتيتور ده لازم يكون involved بالبروسيس؟ يعني احنا مثلا انت ككواليتي بروفيشنال، حد مهامك الوظيفيه انت اداري اصلا بعيد عن المجال الطبي خالص، ما انتش من الكلينيكال ستاف، وانت معانا في تيم كفاسيليتيتور، والتيم ده هيناقش حاجه كلينيكال او حاجه طبيه، هل انت كفاسيليتيتور لازم ان انت تكون involved وتفوكس على الكونتنت، ولا بس ان يهمك البروسيس اوف ميتنج؟ هنا كفاسيليتيتور انا بركز على البروسيس اوف ميتنج، اركز ان اعمل education وكوتشنج للناس عن الكواليتي تولز وازاي ان هم يستخدموها، انما مش لازم ان اكون انا عارف المشكله الطبيه او عندي كلينيكال فيدباك عنها، لا مش لازم خالص، عادي انا حد من الفريق الاداري ولكن انا فاسيليتيتور. يبقى الفاسيليتيتور بيركز على البروسيس اوف ميتنج اونلي. اما التيم ليدر، لا التيم ليدر ده مدير الفريق او قائد الفريق، ده لازم يبقى انفولفد اصلا في البروسيس والكونتنت، بيركز على البروسيس اوف ميتنج والكونتنت اللي احنا بنناقشها نفسها. يبقى ده الفرق بين التيم ليدر والفاسيليتيتور. طيب الفاسيليتيتور بقى عندك ان هو بيعمل ثلاث حاجات اساسيه، ان هو اول حاجه في اول الميتنج يعمل ريفيو، او ان مع كل التيم ممبرز كده في اول ميتنج خالص لينا، الفاسيليتيتور بيدير عمليه بوتنج الجراوند رول. لكن لما يجي يقول لك مين اللي بيحط اصلا الجراوند رولز؟ كل التيم ممبرز، احنا كلنا كتيم ممبرز مع بعض كده نبدا نحط الميثاق اللي احنا هنتفق عليه في كل اجتماعاتنا. الميثاق ده اللي هو الجراوند رول، الجراوند رولز هنحطها مع بعض، لكن مين اللي هيدير البوتنج الجراوند رولز؟ هو الفاسيليتيتور. طيب نيجي بقى بعد كده الفاسيليتيتور في اول اي اجتماع، in the first of every meeting، هيعمل ايه الفاسيليتيتور؟ هيعمل ريفيو للجراوند رول. يبقى في اول اي اجتماع كده، تعالوا مع بعض يا جماعه قبل ما نبدا الميتنج هنعمل ريفيو كده للجراوند رولز اللي هي الميثاق اللي احنا هنمشي عليه في اول في اول ميتنج كده، بذكركم بالجراوند رول. طيب لو جه في سؤال تاني وقال لك دور الفاسيليتيتور بقى في حاله الفوكس جروب، لو احنا بقى فوكس جروب اعضاء كده مشكله من اقسام مختلفه ورايحين ان احنا هنعمل مهمه معينه احنا كفوكس جروب، في حاله ان احنا كفوكس جروب هنا الفاسيليتيتور بقى هيركز على ايه؟ ريفيو جراوند رولز، ريفيو للجراوند رول، ولا يعمل رابورت بتوين تيم ممبر؟ قال لك لا، هنا بقى هيعمل ايه؟ يبدا ان يعمل ترابط ما بين التيم ممبرز دول في الفوكس جروب، ان يتاكد ان في ما بينهم ايه، ما فيش اي كونفليكت ولا في اي ايه مرحله ستورمنج ولا حاجه. يبقى في حاله الفوكس جروب ميك رابط، تمام. طيب في حاله ان هو التيم بيناقش قضيه معينه، ماشي، وبعدين انا عايزه اشفته ان هو يناقش مشكله حصلت او اي كليم حصلت، هنا في حالة إن عايزة أشفته على إن discuss another issue، هنا بيقول هيكون هنا دور التيم إيه بقى؟ التيم facilitator هيكون دوره إيه؟ هنا هيكون دوره
redirect. برافو عليكم. هنا دوره ان هو redirect the team. redirect ان هو بقى يعمل redirect للتيم. اوكي. في حالة focus group يا دكتور بنختار ان هو يعمل report, make report between team member. في حالة ان في اول الميتنج هنعمل review للجراوند رول. في حالة ان عايزة اشفت التيم ان هم يناقشوا قضية اخرى, انا هختار الاجابة اللي فيها redirect the group. اوكي. تمام. طب تعالوا نشوف الاسئلة كده. An effective facilitator should be skilled in process evaluation and the tools of performance evaluation and must not have a vested interest in the content ولا be in seller position ولا not speak unless directed by the team leader ولا be a frontline employee. لا, ان قلنا ان الفاسيليتيتور ايه, مش لازم ان عنده interest بالcontent. بالظبط. طيب, the role of a team facilitator is to focus on, بيفوكس على ايه بقى, بيركز على ايه, على analyzing problem during meeting ولا process, وطبعا يقصد بيها process of meeting, ولا generating and selecting solution ولا the content. لا, مش بيفوكس خالص على الكونتنت. الكونتنت مش اللي هي تهمه, الكونتنت تهم التيم ليدر, اما هو بيركز على ادارة الميتنج اللي هي process of meeting. طيب, one of the team members that keep members on track and focus on the process, هو مين؟ هو الفاسيليتيتور. keep members on track وفوكس على البروسيس وما جابش سيرة الكونتنت, يبقى هنا هيكون الفاسيليتيتور. اوكي. تمام. طيب, البيشنت سيفتي انديكيتور, البريفنشن كواليتي انديكيتور ار يوزفول ان ايه؟ البريفنشن, وقلنا البريفنشن كواليتي انديكيتور اللي هي يوز تو بريفنت افويدبل ايه, افويدبل ايه, ها, افويدبل انترفنشن اللي هي افويدبل ادميشن. لما قلنا البريفنشن كواليتي انديكيتور خاصه بالاوت بيشنت كواليتي انديكيتور اللي هي لو الاوت بيشنت اللي هو بيروح لهم المرضى الكرونيك دول اندر هاي كواليتي اوف كير, المرضى الدايابيتيك مثلا والهايبرتنسيف مش هيجوا له يدخلوا المستشفى بهايبر جلايسيميك كوما لان هو الديزيز بتاعه اندر كنترول, يبقى ايدنتيفاي افويدبل انترفنشن او افويدبل ادميشن. اما الانديكيتورز designed to identify potentially avoidable complication بقى, يعني خدوا بالكم بقى avoidable موجودة في الاثنين, avoidable في prevention و avoidable في patient safety, بس أشوف هي avoidable ايه, avoidable intervention اللي هي avoidable admission اللي هي prevention quality indicator. تمام. طب avoidable complication, avoidable complication في patient safety indicator وشرحناها في جزء patient safety. تمام. تمام يا فيحاء, واضحة؟ الـ prevention quality indicator to prevent avoidable admission, أما الـ patient safety indicator to prevent avoidable complication. طيب, ركزهم بقى معايا هنا. لما يقول لي low medication error rate in a health care organization may be due to A, اما يقول لي ان الميديكيشن ايرور نفسه, الاخطاء الطبيه نفسها هي اللي قلت, الميديكيشن ايرور ريت هو اللي قل, ده معناها ايه؟ هايلي ديفلوبد كالتشر اوف بيشنت سيفتي. طب لو قال لك اللو ميديكيشن ايرور ريبورتنج بقى, لو كانت دي ريبورتنج, لو عمليه الريبورتنج نفسها اللي قلت بتكون نتيجه ايه؟ ميديكيشن ايرور ريبورتنج, عمليه الريبورتنج هنا ايه اللي يخليها يقل؟ deficient reporting system ولا the staff is reluctant to report due to fear of reprisal. ايوه, نتيجة ال ايوه الخوف من البليم. يبقى عملية الريبورتنج لما تقل, يبقى اذا الناس اصلا خايفة تعمل ريبورتنج, يبقى هو الستاف reluctant to report due to fear of reprisal, مش عملية مش السيستم بتاع الريبورتنج نفسه اللي فيه deficiency, لا, الناس اصلا خايفة تعمل ريبورتنج, خايفه تعمل ريبورتنج لو قال لك ان الميديكيشن ايرور ريبورت هي اللي قالت. اما لما يقول الميديكيشن ايرور ريت نفسه, الاخطاء الطبيه نفسها اللي قالت, يبقى انا طبقت هايلي ديفلوبد كالتشر اوف سيفتي. والعكس صحيح, لو كانت هنا ديت بدل لو كانت هاي, وقال ان هاي ميديكيشن ايرور ريت, الميديكيشن ايرور ريت بقى لو عالي ده معناه ايه؟
معناه ان لو ديفلوبد كالتشر اوف سيفتي، انا مش مطبق بيشنت سيفتي كالتشر كويس، فبالتالي الميديكيشن ايرور ريت، ايرور ريت عاليه، هاي هاي ميديكيشن ايرور ريت. طب لو كانت هاي ميديكيشن ايرور ريبورتنج، عمليه الريبورتنج هي اللي عاليه، ده معناها ايه؟ ها يبقى معناها ان انا مطبق ايه؟ لو عمليه الريبورتنج عاليه والناس بتعمل ريبورتنج والنو فير اوف ريبريزل، مش خايفين من ريبريزل، يبقى معناها ان انا مطبق ايه؟ نو بليم كالتشر او جاست كالتشر. تمام؟ واضح؟ برافو. طيب to develop a culture of safety it's first to ايه؟ عايز اطبق patient safety culture، فاول حاجه هركز عليها ايه؟ make it safe to make mistake ولا establish punitive reporting system يعني عقابي، ولا blame is enough ألوم بما فيه الكفاية، ولا focus efforts on individual rather than system. طبعا كل الإجابات دي خاطئة، وهي الإجابة الوحيدة أصلا اللي صح make it safe to make mistake، أخلي الناس ما تخافش من أي أخطاء تغلطها، دي حاجة طبيعية جدا والمهم يعملوا لي بيها reporting عشان تبقى بالنسبة لي فرصة للتحسين. تمام؟ High reporting of medical error and near miss is a mirror of A. لما تكون الناس كلها بتعمل reporting والreporting ده عالي، high reporting للerror وللnear miss، يبقى ده معناها ايه؟ اني feeling protected by non-punitive culture of medical error reporting، معناها ان انا مطبق ايه؟ just culture والناس كلها feeling protected، مش خايفين من اي ايه؟ reprisal. تمام؟ طيب الصوت، لا استحالة الصوت يقطع دلوقتي يا دكتورة هبة، ممكن عندك انت مشكلة، اخرجي وادخلي. الصوت واضح عندكم يا جماعة؟ طب خلينا كده بقى نقول مع بعض الـ rules of quality council. أدوار الـ quality council إيه؟ يلا قولوها مع بعض كده. أول دور يلا في الـ quality council إيه؟ Oversight، برافو عليكم. Oversight and direction. تمام، oversight و direction، وبعدها evaluation. تمام، evaluation لل performance improvement و evaluation لل team. prioritization، برافو عليكم، prioritization لل performance improvement، disbanding لل team، كل دي من ال rules of quality council. تعال نشوف بقى الإجابات. Who is responsible for providing organizational direction for a facility's continuous quality improvement؟ مين اللي بيحط ال direction؟ Quality Council. تمام؟ تمام يا سار، Quality Council. طب who has the responsibility of determining improvement priorities؟ Improvement priorities in a healthcare organization، مين improvement priority؟ برضو ال Quality Council. Okay؟ طيب تعالوا كده نفرق ما بين الثلاثه ليدرشيب ستايل اللي دايما بيلخبطوا، البارتيسيباتوري والترانسفورميشنال والترانساكشنال، خرج كده واحد واحد. اول واحد الترانساكشنال، قلنا الترانساكشنال هو ايه؟ مانجنج دي تو دي اكتيفيتي، بيتابع الديلي اكتيفيتي وبيدي ايه؟ ثواب وعقاب، وبيهتم بالديلي ايه؟ اكشنز، ولا بيعمل امباورمنت ولا تحفيز ولا انكارج ولا اي حاجه، ده الترانساكشنال. طب امال بقى مين اللي بيعملوا امباورمنت وتحفيز وانسنتيفز وكده؟ البارتيسيباتوري والترانسفورميشنال. نفرق ما بينهم الاثنين بايه؟ بالميتنج. مين اللي اتند فيو ميتنج؟ مين اتند فيو ميتنج؟ البارتيسيباتوري اتند فيو ميتنج، البارتيسيباتوري. وفي نفس الوقت البارتيسيباتوري هو ذا بيست ليدرشيب ستايل، هو السؤال اللي دايما الشائع بيجي بيقول لك ذا بيست ليدر شيب ستايل، ودايما ذا بيست ليدر شيب ستايل هو البارتيسيبيت. اما اتند سيريز اوف ميتنج فهو الترانسفورميشنال. اوكي تمام، نشوف الاسئله. ليدرز ذات اولويز ارينج ميتنج اند فاسيليتيتنج ات تو ريتش فور ستاف مورال with the scheduling and the day operation which type of leadership؟ بيقول لك facilitating to reach for staff moral، يعني بيركز على الانكارجمنت والامباور، ما هو الستاف مورال
الستاف مورال يبقى ما بين ترانسفورميشنال او بارتيسيبيتيف. اشوف الميتنج هنا always arrange meeting يبقى مين؟ transformational. طب حد يقول لي ما هو كاتب لي اهوت day operation، ليه ما اخترتش transactional؟ ليه بقى؟ لانه بيقول لك هنا، مش بيقول لك ان هو managing day operation، مش هو اللي بيدير الديلي اكتيفيتي ده، هو بيرفع لهم الستاف مورال، يرفع لهم الروح المعنويه عشان يقدروا يعملوا scheduling ويجدولوا اعمالهم اليوميه، بيرفع الروح المعنوية ليهم عشان يقدروا يجدولوا سكادولينج الديلي اوبريشن. تمام. طيب leader assigned few meeting and facilitating the staff for more autonomy for daily operation and scheduling. برضه هو more autonomy وتحفيز علشان ان هم يجدولوا الديلي اوبريشن، ويبقى دوت هيبقى مين؟ وقال لك few meeting، few meeting يبقى participate. طب always arrange meeting and managing بقى، هو managing day to day operation وما جابش سيرة أي امبار ولا autonomy ولا staff moral، يبقى مين؟ يبقى transactional. اوكي تمام يا جماعة، واضح الفرق بين التلاتة؟ طيب هيقابلنا بقى في ملفات المراجعة السؤال، السؤالين دول. وقبل كده حد سأل على الجروب امتى اختار consumer need وامتى اختار organizational change، وقلت له هنناقشها في المتشابهات. هنا بيقول لك ايه؟ A health care organization is becoming a member in a health plan. ومعنى كلمة becoming a member in a health plan ايه؟ لارا بتسأل طب انهي ليدرشيب ستايل اللي هختاره في حالة لينس بيريود اوف كرايزيس؟ قولوا لي انتوا بقى، اختاروا انتوا كده الإجابة ايه؟ احنا اتفقنا ان في حالة اميديت كرايزيس انا هختار الاوتوكراتيك اميديت كرايزيس. اما طب لينس بيريود كرايزيس زي الكوفيد 19 ديت وحاجة مطولة ما هياش اميديت كرايزيس، نختار مين؟ البارتيسيبيتيف. برافو عليك. والبارتيسيبيتيف لو انا هو از ذا بيست ليدرشيب ستايل، وطالما هي لينس بيريود. اوكي طيب نكمل. هيلث كير اورجانيزيشن بيكامينج ا ممبر اوف هيلث بلان، يعني ايه بيكامينج ا ممبر اوف هيلث بلان؟ يعني رحت اتعاقدت مع شركه تامين. الهيلث بلان دي زي المانجد كير اورجانيزيشن، رحت انا اتعاقدت مع شركه تامين. هو انا لما بروح اتعاقد مع شركه تامين هل بيحصل عندي اي اورجانيزيشن تشينج او اي تغيير في الهيكل التنظيمي للمؤسسه، ولا تغيير في السكوب اوف سيرفيس، ولا تغيير في حاجه؟ لا، ما بيحصلش اي تغيير. اللي بيحصل ان بيزيد عندي النمبر اوف بيشنت، عدد المرضى اللي هيجوا لي هيزيدوا. يبقى الموست امبورتنت ايديوكيتيف بروجرام تو بي ديليفر تو ذا ستاف ايه؟ اكتر حاجه بقى انا محتاج ان انا اعمل ايديوكيشن للستاف اللي عندي بيها هي ايه؟ ان حصل عندي ايه؟ ان انا عايزه اعمل لهم ايديوكيشن عن كونسيومر نيد، لان حصل عندي زياده في الكونسيومر اللي هيجوا لي. يبقى اعمل لهم ايديوكيشن عن ازاي ان هم هيلبوا احتياجات العميل الكونسيومر نيد. طب لو قال لك بقى انت a facility becoming part of health care network، انت بقيت بقى جزء من health care network، يعني ايه؟ بدل ما انت كنت مستوصف صغير واسمك مستوصف ايه مثلا، رحت انضميت لمجموعه مستشفيات مثلا الحمادي، بقيت انت ضمن مجموعه مستشفيات الحمادي، فبقى هنا اسمك هيتغير، مش هتفضل زي ما انت اسمك مستوصف او بولي كلينيك ايه، لا ده انت بقيت ضمن النتورك دي. فاذا الاداره عندك هتتغير، السكوب اوف سيرفيس اللي عندك هيتغير، الخدمات هيحصل لها اكسباندنج او هتزيد، هيحصل بقى تغيير. هنا حصل اورجانيزيشن تشينج وبقيت انت جزء من شبكه ايه؟ شبكه مقدمي رعايه صحيه، مش ان انت مستوصف ابولي كلينيك لوحدك. يبقى هنا بيكامينج بارت اوف هيلث كير نتورك، يبقى حصل هنا عندي ايه؟ اورجانيزيشنال تشين. يبقى اعمل اديوكيشن للامبلويز اللي عندي عن ايه؟ ان يا جماعه حصل عندنا دلوقتي اورجانيزيشنال تشينج، الاداره هتتغير، السكوب اوف سيرفيس اللي بنقدمه هيتغير، كل حاجه عندنا هتتغير. تمام، مفهوم الفرق ما بين الاثنين؟ يبقى becoming a member in health plan انا رحت اتعاقدت مع شركه تامين، هيجي لي كونسيومرز كتير، يبقى اعلمهم عن الكونسيومر نيد، بقيت جزء من نتورك، اتغير عندي هنا بقيت جزء من نتورك، يبقى اتغير عندي الاورجنايزيشن نفسها، يبقى حصل اورجنايزيشنال تشين. تمام. طيب السؤال اهو بتاع الفاسيليتيتور يا دكتور. During the team meeting the facilitator should do first
اثناء او الميتنج، في اول حاجه واول الميتنج احنا رايحين نبدا ميتنج، فالفاسيليتيتور اول حاجه هيعملها ايه؟ تشوز هوموجينس جروب ولا ميك جراوند رولز ولا ميك رابورت تو ذا جروب. احنا قلنا هنا هو اثناء الميتنج، واول حاجه في اي ميتنج هختار ايه؟ ان يعمل ريفيو. لو هو اول ميتنج خالص هنعمل الجراوند رول، الميك جراوند رول. لو بيقول لك احنا خلاص بقى احنا يعني خلاص بنكمل ديورنج الميتنج، واول حاجه هيعملها في ديورنج الميتنج هيبقى ريفيو للجراوند رول. طيب when which of the following action should be the facilitator make the highest priority during customer focus group. طب دور الفاسيليتيتور بقى لما يكون عندي customer focus group ايه؟ في الفوكس جروب ان يعمل ايه؟ الرابورت بين الجروب او establishing rapport with the group. مش هنا بقى هيعمل providing ground rules to the group، لا، في حالة الفوكس جروب هنختار make rapport with the group. اوكي تمام، واضحة يا دكتور محمود؟ طيب ركزوا معايا في السؤال ده، بيقول لي هنا ايه اللي انت مش فاهماه؟ ايه اللي انت مش فاهماه يا علان؟ ايه اللي انت مش فاهماه بالظبط؟ اللي هي يعني ايه رابورت وذ جروب؟ اه معنى رابورت وذ جروب يعني اللي هو يبقى فيه ترابط ما بين التيم ممبرز وما يبقاش فيه اي ستورمنج ولا اي كونفليكت ما بينهم، يعني يحافظ على التناغم كده ما بين الجروب، وان يبقى فيه كل الجروب شغالين كتيم وورك كده، وما فيش يعني ما فيش اي كونفليكت ما بينهم او اي مشكله. تلطيف ايوه ما بينهم كده. لما يكون انا عندي كاستمر فوكس جروب، والكاستمر فوكس جروب يعني انا بروح اشكل مجموعه كده من اربعه خمسه موظفين من عندي، وروحوا انتوا اعملوا ايه؟ كاستمر فوكس جروب كده عشان تروحوا تجمعوا لي داتا عن البيشنت ساتسفاكشن. اوكي؟ ايه طيب بيقول لك هنا surgeon operated on wrong finger then he disclosed the event to the patient and the head of the department. المريض الطبيب عمل عملية غلط في wrong finger وهو أفصح عن خطأه وبلغ رئيس القسم. طيب لحد هنا كويس، but the head of the department believed the error occurred because the splint was not removed and the site marking wasn't done. هنا بقى ال head of the department قال لك ده الغلط ده حصل عشان ما عملناش سايت ماركينج وما شلناش السبلين. طيب the surgeon knew his error and said it will never happen again. انا كجراح قلت انا عرفت غلطي وان شاء الله مش هيحصل تاني. لحد هنا كويس. لحد هنا لما يجي لي السؤال ده فهقول ان الاكشن اللي المفروض ناخده طبعا ده سنتينال ايفنت ولازم اعمل له ايه؟ root cause analysis. تمام؟ طب لو جه بقى قال لك the head of the department decided nothing to be done. رئيس القسم قال لك خلاص بقى احنا مش هنعمل حاجه. هنا بقى هغير اجابتي، لما يجي يقول لك ان رئيس القسم قال احنا مش هنعمل حاجه، لا ده معناها هنا بقى ده هنا في بايس بقى، هنا في تحيز بقى، لان المفروض الاكشن السليم اللي يتم ان احنا نعمل روت كوز اناليسيس، لما تيجي انت كهيد اوف ديبارتمنت وتقول ان احنا مش هنعمل حاجه، لا ده هنا بقى لازم ان انا الكونكلوجن بتاعي ان اقول ان في هنا ايه؟ هاي انسايد بايس، هنا بقى في بايس متعمد او هنا في تحيز واضح جدا. يبقى هنا اختار ان الهيد اوف ديبارتمنت مين هايندسايد بايز اند مينيمايز سيتويشن. انما لو ما كانتش الجمله دي مكتوبه، لو الستيتمنت دي كده ما كانتش مكتوبه وبيقول لك ايه السكند اكشن او انت ككواليتي بروفيشنال ايه الكونكلوجن، هقول ان انا هعمل رابيد ايدنتيفيكيشن اوف ذا روت كولز از ا جود انديكيتور فور اوبورتيونيتي هاي ريلايبل كالتشر. لكن لو موجوده بقى انه الهيد اوف ديبارتمنت ديسايد nothing to be done، يبقى معناها هنا في بايز، واختار الاجابه ان في بايز واضح جدا. طب سؤال تاني، orthopedic surgeon almost performed wrong site surgery. He admitted and told the chief medical officer والchief medical officer saying the problem was because the splint was not removed. A health care professional conclude ايه بقى؟ انت ككواليتي بروفيشنال كونكلود ايه؟ no action ولا decision was biased ولا rapid identification. هل في حاجة هنا بتقول انه هو no action to be taken؟ مفيش صح؟ مفيش اي حاجة بتقول انه no action to be taken، يبقى خلاص الconclusion ان لازم نعمل root cause analysis، يبقى rapid identification of root cause. اوكي؟
عرفنا الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين واضح يا جماعة؟ طالما هنا قال لي ان nothing to be done يبقى هقول ان في bias، ما جابليش سيرة ان nothing to be done يبقى هقول ان rapid identification. طيب ما يقول لك resurgery for missed surgical goes in absence of incident report، what is the only proof for it؟ عملنا resurgery لان نسينا surgical goes، وما in absence of incident report يعني ما عملناش reporting بالincident ده. طب ايه البروف او الدليل عليه؟ البير ريفيو ولا المونيتورنج للسيرجري ولا البيشنت كومبلين ولا البروسيس ايفالويشن ولا لو جاب لي معاها فيزيشن ديسكلوجر افصاح الطبيب؟ في الحالتين هي اجابه واحده، هي البير ريفيو. البير ريفيو ان اجيب طبيب نظير يراجع على البروسيجرز اللي تمت، هو اللي هيقول لي ان حصل فعلا ريسيرجري وايه اسباب الريسيرجري اللي حصل. في الحالتين البير ريفيو، حتى لو كاتب لي فيزيشن ديسكلوجر، حتى لو كاتب لي فيزيشن ديسكلوجر ليه؟ لان انا حتى لو عندي فيزيشن ديسكلوجر وافصح عن الخطا ده وعمل بي ريبورتنج، انا برضو ممكن ان انا اروح اعمل بي ريفيو عشان اطمن واعرف ايه الخطوات البروسيدجر اللي تم. تمام؟ اوكي. طيب the most important skills in data analysis. بصوا يا جماعه، احنا لما بنيجي نعمل تحليل للبيانات او نعمل انفورميشن مانجمنت، اول حاجه اتفقنا هي ان انا بعمل ايدنتيفيكيشن للداتا تو بي كولكتد. الاول بحط لنفسي عشان اخدها بترتيب من البدايه، بحط لنفسي جول، ايه الهدف اللي انا عايزه من جمع البيانات، عندي جول. بعد كده بعمل جود ايدنتيفيكيشن للداتا اللي هيروح البروسيس اونر يجمعها، يبقى تاني مرحله او تاني خطوه وتعتبر اهم خطوه هي الايدنتيفيكيشن، اعرف الداتا اللي هيروح يجمعها. بعد كده احدد الداتا كولكشن تول، التول اللي هيستخدمها في جمع البيانات. وبعد ما احدد الداتا كولكشن تول هروح اعمل داتا كولكشن، هروح اعمل داتا كولكشن. طب بعد ما رحت عملت داتا كولكشن، الداتا بقى اللي انا جمعتها دي هقوم اعمل لها ارينجمنت في تيبلز، هرتبها في جداول، اعمل لها اورجانيزيشن وارينجمنت. بعد ما عملت لها اورجانيزيشن وارينجمنت هعمل لها ايه؟ هعمل لها ديسبلاي، صح؟ الخطوه اللي بعد كده ان انا اروح اعمل ديسبلاي بقى للداتا دي، اعرضها ديسبلاي بناء بقى على نوع الداتا والجراف اللي انا هستخدمه في الداتا ديسبلاي. والتول بقى اللي انا هستخدمها في الداتا اناليسيس بقى اللي هي عمليه الديسبلاي بقى، ويقصد بيها عمليه الاناليسيس بقى وتحليل البيانات اللي انا عملت لها ديسبلاي دي، ان انا اعمل بقى ليها الانتربريتيشن. يعني الانتربريتيشن ده هيتوقف على ايه؟ على استخدام التول المناسبه. يعني انا عرضت الداتا اللي قدامي على انهي تول، والتول دي صحيحه ولا مش صحيحه، تنفع بناء على نوع الداتا ولا لا. يبقى the most important skill in data analysis هي choosing the appropriate tool، التول الابروبريت المناسبة والملائمة اللي أنا استخدمتها في عرض إيه الداتا وعملت لها ديسبلاي وعشان أروح أعمل لها analysis. تمام؟ طب يجي يقول لك the first step in conducting study، أول خطوة وأنت رايح تعمل أي دراسة، فتروح تجمع معلومات عن الدراسة دي. أول خطوة هي إيه؟ determine which statistical test to use، ولا formulate the question to be answered، ولا develop the data collection tool، ولا collect the data. ال first step هتكون ايه؟ قلنا ال first step ان هي identify، اعمل identification للداتا اللي عايزه اجمعها. فين الاجابه اللي فيها identify؟ هي formulate the question to be answered، يعني حطي لي الاسئله واجاباتها، فبالتالي انت كده بتعمل identification للداتا. لما تحط سؤال وجواب انت كده بتعرف الداتا اللي انت هتروح تجمعها. بعد كده بحدد الداتا كولكشن تول، وبعدها اروح اعمل داتا كولكشن. مفهوم الفرق بين السؤالين؟ واضح؟ اوكي. طيب تعالوا نفتكر مع بعض كده الايفالويشن. قلنا عندنا في المنهج 4 ايفالويشن. يلا اول سؤال، البرفورمانس امبروفمنت عامل ايفالويشن من خلال ان اقارن الاوت كوم اللي وصلت له بايه؟ البرفورمانس امبروفمنت بروجكت، اقارن الاوت كوم بايه؟ ايوه بالبري استابليشد جولز او كوانتيفابل اوبجكت. تمام، ده للبرفورمانس امبروفمنت. طيب التيم، اي تيم بعمل له ايفالويشن من خلال ايه؟
اي تيم بعمله evaluation member satisfaction. لا يا لارا ركزي يا لارا، انا بقول التيم ال ايوه ال ايه الممبر ساتسفاكشن، وايه كمان individual growth، وايه كمان تالت واحدة ايه ال productivity. يبقى التيم evaluation productivity individual growth member satisfaction. طيب تالت evaluation معانا التريننج. اي تريننج انا عملته هعمل له evaluation من خلال ايه؟ لا اسيس دي اللي هي في الاول، يعني عشان ان انت تعملي اي تريننج فانت محتاجه في الاول تعملي اسيسمنت للكرنت نوليدج في بدايه التريننج. عايزه تعملي تريننج، انا عملت التريننج وفي الاخر عايزه اشوف التريننج ده كان سكسسفول ولا لا، يبقى اعمل له ايفالويشن من خلال ايه؟ ايوه برافو يا ساره، البيهيفير تشينج اللي هي الكي اس اي تشينج نوليدج سكيلز واتيتيود. طيب اخر ايفالويشن معانا الميتنج. الميتنج اللي احنا عاملينه مع بعض كده انا عايزه اعمل له ايفالويشن من خلال ايه؟ برافو عليكم كلكم، الميتنج اجنده مذاكرين كويس شاطرين. طيب نشوف السؤال. Which of the following elements must be present in order to evaluate the effectiveness of healthcare organization A quality improvement program. اقيم الكواليتي امبروفمنت بروجرام من خلال ايه؟ وجود الكوانتيفابل اوبجكتيفز. تمام. The best way to evaluate any team، اي تيم evaluation من خلال ايه؟ موجود هنا عندي الـ member satisfaction. تمام. طيب continuous quality improvement training، هنا التريننج اهو تريننج عملت له implementation. success is proven by ايه؟ يعني اعمل evaluation success من خلال ايه؟ قلنا التريننج behavior change اللي هو الـ KSA change. الـ behavior ده اللي هو يعني ايه؟ الـ culture. البيهيفير يعني الكالتشر تشين، يبقى من خلال اورجانيزيشنال كالتشر. اوكي. طب افكتيفنس بقى لبرفورمانس امبروفمنت بروجرام بيست اسيست باي ايه؟ الافكتيفنس اوف بيرفورمانس امبروفمنت بروجرام بيست اسيست باي، يعني انا عملت بيرفورمانس امبروفمنت بروجرام وعملت له ايفالويشن من خلال الاوبجكت الكرنت الاوت كام بالاوبجكت. طب الفعاليه بقى او فعاليه النجاح بتاع الامبروفمنت دي هتنعكس على مين؟ اكيد هتنعكس على الكاستمر ساتسفاكشن. كاستمر ساتسفاكشن. يبقى اي بيرفورمانس امبروفمنت بروجرام بعمل له ايفالويشن من خلال ان بقارن الاوت كام بالبري استابليشد جول. طب فعاليه البرفورمانس ده هتعود على مين؟ او اصلا انا بعمل الامبروفمنت ليه؟ عشان احسن الكاستمر ساتسفاكشن. اوكي. طيب بندري بتقول لي طب احنا هنا هو ليه ما اخترناش بي اللي هي الستاف كومبتنسي؟ الستاف كومبتنسي ازاي؟ هو التريننج قلنا انا بعمل له ايفالويشن من خلال البيهيفير تشينج. البيهيفير تشينج ان هو حصل تغير في البيهيفير، فالبيهيفير تشينج ده هو الاورجانيزيشن كالتشر تشينج، ان انا اروح اشوف الاورجانيزيشن كالتشر مش الستاف كومبتنسي. لا الستاف كومبتنسي ديت انا بشوفها من خلال البير ريفيو. البير ريفيو، البير ريفيو ده انا بعمله عشان اتاكد من الستاف كومبتنسي. تمام. ايوه برافو عليكم. هنا البرفورمانس امبروفمنت بيبقى الريفليكشن على الكاستمر ساتسفاكشن، ينعكس النجاح على رضا العميل. اوكي. كان في هنا شويه تجمعات انا مجمعها لكم عن الاورجنايزيشن عشان الناس اللي بتخاف من الاورجنايزيشن. لما الاقي بيكلمني عن اورجنايزيشن خاصه بالتريجر يبقى الاي اتش ار، اورجنايزيشن خاصه بالكليرنج هاوس للجايد لاين الاي اتش ار كيو، اللي حطت السي اتش بي اس سيرفي الاي اتش ار كيو، اللي حطت البيشنت سيفتي سيرفي برضه الاي اتش ار كيو، البيشنت سيفتي انديكيتور الاي اتش ار كيو برضه. طب مين اللي حط اللي هو النيفر ايفنت الناشونال كواليتي فورم؟ وبرده الناشونال كواليتي فورم عملت بتعمل لي ايه هنا؟ نون بروفيت اورجانيزيشن خاصه باندورسمنت للو. الان اتش اس ان دي اللي هي ده البروجرام اللي حطيته السي دي سي سنترز فور ديزيز كنترول للانفكشن كنترول ريت بنش ماركينج داتا. فالان اتش اس ان خاصه بالبنش ماركينج، الكيورد اللي فيها هي بنش ماركينج للداتا الخاصه بالانفكشن كنترول،
يعمل بنش ماركينج ليها. اوكي طيب، لما يكون في عندي في السؤال اعتماد وبيكلمني عن مانجد كير اورجانيزيشن، مين اللي هيعمل لها اكريديتيشن؟ المانجد كير اورجانيزيشن الناسكا، والبرفورمانس ميجر اللي في الناسكا اسمه ايه؟ اسمه هيدس. اما هيلث كير اورجانيزيشن لا، الاعتماد بتاعها جي سي اي، والبرفورمانس ميجر في الجي سي اي هو الاوركس. تمام، فاكرين الديمد ستيتس؟ وقلنا ان الديمد ستيتس هي بتكافئ بتساوي اكريديتيشن ايكوفالنسي، بتمنحها السنترز اوف ميديكير وميديكيد للهيلث كير اورجانيزيشن اللي واخدين اعتماد حاجه من ثلاثه، الجي سي اي او الدي ان في او السي اي اتش كيو. تمام، خطوات الاكريديتيشن: الليدر شيب كوميتمنت، تو بي فاميليار ويز ستاندرد وريفيو ستاندرد، اساين تيم، اديوكيت ستاف. ال اتش اف اي بي برضه هنا معاهم، الرابعه تعتبر اتش اف اي بي. تمام، وبعد كده بقى اروح اعمل تشيك كومبلاينس واديوكيشن عن الفريكوينتلي اسكت كويستشن، وممكن اعمل موك سيرفي. طبعا الخطوات دي حفظناها من كتر تكرارها، والفرق ما بين الثلاثه ليدر شيب ستايل وقلناهم النهارده تاني: ترانس اكشنال، ترانسفورميشنال، بارتيسيبيت. مجمع لكم هنا الرولز: الكواليتي كونسل رول اهو، الاوفرسايت، دايركشن، مونيتورنج، بريورتيزيشن اند ايفالويشن اوف كواليتي انيشيتيف، وايفالويشن للتيم وديسباندنج للتيم. الليدرز بوت كرايتيريا فور داتا كولكشن، تشوز البرفورمانس ميجر، بوت بلانز اند تايم لاين فور ذا بروجكت، البروسيس اونر كولكت داتا اند ميك انيشال اناليسيس فور داتا. التيم سبونسر اللي هو التيم تشامبيون، هو مسؤول عن فكرة تكوين الفريق، اللوكيت ريسورسز فور تيم، لذلك سكسس او فيلير اوف ذا تيم اندر ريسبونسبيلتي اوف سبونسر نوت تيم ليدر. طب التيم ليدر بوت بلانز اند تايم لاين وانفولفد بالبروسيس والكونتنت، وتشوز بيرفورمانس ميجر تو ميجر بروجكت، و هيلب تيم ممبر تو اتشيف الجولز. الفاسيليتيتور help all team member in making ground rules and review it every meeting in the first of meeting, و make rapport between team member في حالة اللي هي الفوكس جروب اللي هي تعني جروب داينامكس. كلمة make rapport دي معناها اللي هو focus on group dynamics أو التناغم ما بين الجروب. عندي redirect the group، redirect في حالة ايه؟ discussing new issue and help team leader for conflict resolution. بفرق لكم هنا برضو ما بين ال structure وال process وال outcome. لا، اللي تشوز improvement tool التيم ليدر يا دكتور، انما اللي بيعمل education عن استخدام التولز هم الفاسيليتيتور. تمام، قلنا الـ structure any thing that lead to perform a process، والـ process any action، والـ outcome in net result. تمام، الـ data display tools conclusion اهو، عندي الـ non-continuous data، الـ pie chart للـ proportion زي الـ satisfaction، الـ bar chart للـ comparison أو causes، الـ Pareto للـ causes أو أي problem for prioritization، الـ continuous data control أو run أو histogram، لو هعملها اوفر تايم يبقى كنترول او شارت، الهيستوجرام لو هاخد سكرين شوت، الافيكاسي اللي هي الكاباسيتي، الافكتفنس اللي هي الكلينيكال اوت كوم اللي انا بحصل عليه، الابروبريتنس مدى ملائمه الخدمه للبيشنت، يعني الابندكتومي سيرجري انا عايز اعمل لها ابروبريتنس، هعمل ريفيو لايه؟ البروسيدور تو انشور ذات ذا بيشنت واز ان ايرجنت نيد. الايفالويشنز، الاربع ايفالويشنز قلناهم النهارده مع بعض اكتر من مره. التولز فور سولفينج اني بروبلم، ركزوا بقى معايا هنا، لما يجيب لك اي مشكله ويقول لي انا عايز احل المشكله دي، الفيرست تول اللي هستخدمها ايه؟ دايما الفيرست تول ان انا هعرض خطوات البروسيس اللي حصل فيها مشكله، هعرضها على ايه؟ على فلو شارت اللي بنسميه البروسيس ماب. طب بعد ما عرضت خطوات البروسيس ده فيرست تول، تاني تول هستخدمها ايه؟ عايزه اعرف المشكله اللي حصلت في كل خطوه، هعرضها على ايه؟ على الايشيكاوا اللي هو الفيش بون تو نو كوزز فور بروب. عرفت المشاكل اللي عندي الكتيره دي، هل الريسورسز هتساعدني احلها كلها؟ لا، يبقى لازم اعمل لها ايه؟ بريورتيزيشن. يبقى الثيرد تول بريورتيزيشن، من خلال بقى استخدم باريتو تشارت، بريورتي ماتريكس، الار بي ان، استخدم بقى اي حاجه للبريورتيزيشن. تمام،
طيب السيكونس اللي بنمشي عليه او الخطوات لاي كومبلين او سيرفي، يجي لك يقول لك ان في قسم بلغني انه في كومبلين او بيشتكي من حاجه او في نتائج للسيرفي ريزلت. السيرفي برضو بنعامله معامله الكومبلين. اول حاجه اتفقنا لازم اعمل انفستيجيشن واتحقق من البروسيس او عامل تريندنج للداتا، يعني يقول لك انفستيجيشن او كولكتنج داتا او تريندنج داتا، الثلاثه بنفس المعنى، ان انا بتحقق من صحه الشكوى دي. تمام، تحققت فعلا طلعت ان هي الشكوى دي صحيحه، فبقت بالنسبه لي مش كومبلين، بقت خلاص اكشوال داتا، داتا حقيقيه بتقول ان في مشكله في القسم. اروح انا اعمل ايه؟ اعمل شيرنج للداتا دي مع الانفولفد ستاف او الانفولفد ديبارتمنت، هقوم اعمل له شيرنج للداتا واقول له بقى ايه، اديني فيدباك بقى وقول لي ايه اسباب المشاكل اللي عندك دي. صح، يبقى تاني خطوه شيرنج داتا تو جيت فيدباك. طب بعد ما عملت شيرنج للداتا اروح بقى اعمل ايه؟ اشكل مالتي ديسبلينري تيم بقى عشان نعرف نبحث البروبلم سولفنج ديت، المشاكل اللي عندي دي، ومن خلال البروبلم ابحث في البروبلمز اللي عندي واحط السوليوشن. اخد بقى اخر حاجه هتكون هي الاكشن اللي انا هاخده عشان احل المشكله دي. طب السيكونس ده هيتغير شويه لو كانت بالنسبه لي ما هياش كومبلين واكشوال داتا، لو هي داتا بقى حقيقيه والداتا دي بتقول ان في عندي مشكله في قسم معين مش كومبلين، يبقى هدخل على تاني خطوه على طول واعمل شيرنج للداتا مع الانفولفد ستاف على طول تو جيت فيدباك، وبعد كده اشكل التيم واخد الاكشن. يبقى الفرق بين الاثنين ان في حاله الكومبلين في خطوه زياده ان انا اتحقق من الشكوى. اتحققت من الشكوى وطلعت خلاص داتا حقيقيه اكشوال، يبقى اعمل لها شيرنج مع الانفولفد ستاف. طيب لو الداتا دي اللي بنتكلم عنها ريليتد تو وان فيزيشن، ايه الخطوات بقى بتاعت الوان فيزيشن ده؟ عنده مثلا طبيب لقينا عنده نسبه السيرجيكال سايت انفكشن ريت 8%، اول خطوه هعملها ايه؟ هروح ان انا اقارنه بالبيرز، اول حاجه اعمل بير ريفيو. طب هم زملائه كام في المية من السيرجيكال سايت انفكشن عندهم وقارنهم ببعض؟ عملت البير ريفيو لقيت زملائه 5% وما بتعدوهاش، في من 3 ل 5 وهو عنده 8%، كده هو اعلى من البيرز، يبقى ادخل على اللي بعد كده اعمل ايه؟ اعمل فوكس ريفيو بقى لكل الحالات اللي حصل فيها سيرجيكال سايت انفكشن عشان اعرف ايه السبب وايه اللي هو محتاجه الطبيب ده. تمام؟ واضح يا جماعه؟ كده احنا خلصنا خلصنا احنا كده الريفيو النهارده بتاع ملف المتشابهات والتجميعات. حد عنده اي استفسار؟